احتضنت موسكو ندوة حول جرائم المعلوماتية شهدت تبادلا للآراء بين خبراء في مجالات مختلفة حول الشهرة الدولية التي اكتسبها أخيرا قراصنة المعلوماتية الروس. هذه فرصة ذهبية بالنسبة إلى السياسيين ووسائل الإعلام في الولايات المتحدة، إذ يمكنهم الحديث عن القراصنة الروس وعن علاقتهم مع الكريملين. ولكن بالنسبة لنا ما من دليل حسي يربط بين الجانبين، وما من دليل حتى إلى أن أولئك القراصنة موجودون فعلا. لرومان دوبروخوتوف رأي مغاير، فهذا النشط المعارض السابق يقول إنه تعرض لهجمات عدة من قراصنة معلوماتية منذ العام 2014 بأمر من الكريملين على حد قوله. إنها إحدى وسائل الحرب الدعائية الهادفة إلى تشويه سمعة المصادر التي تتيح للمجتمع الروسي معرفة العلاقة بين الأوساط الإجرامية وحالات الفساد لدى السلطات الروسية. وإن توقفنا عند هذه الأهداف نرى أنها لا تهم أحداً آخر سوى الحكومة الروسية. غير أن الجرائم المالية تبقى النشاط الرئيسي للقراصنة، فبحسب المصرف المركزي الروسي ارتفع عدد الهجمات المماثلة ضد الشركات والمصارف والأفراد في روسيا بنسبة 120% خلال السنوات الثلاث الماضية. أنا لا أقصد قراصنة روسيين بل أشخاصا يتقنون الروسية وتدربوا على نظام التعليم السوفيتي. هؤلاء الأشخاص يتمتعون بحس ابتكاري متنام بما يشمل للأسف عملية التزوير. يورينا ميسنيكوف يعمل منذ 7 سنوات في شركة كاسبيرسكي العملاقة في مجال أمن المعلوماتية، وتشير أرقام الشركة إلى أن قيمة المبالغ التي سرقها قراصنة المعلوماتية الناطقون بالروسية في العالم لا تقل عن 790 مليون دولار بين عامي 2012 و2015. ينشطون اليوم أكثر فأكثر في السوق الدولية، ونرى كيف يعمل القراصنة الروس مع أقرانهم البرازيليين والصينيين والأوروبيين. لا حدود للقراصنة، لذا نحتاج إلى تعاون مكثف بين الدول لإيقافهم. بحسب كاسبيرسكي، لا تزال التعبئة العالمية لمكافحة هذه الظاهرة تخطو خطواتها الأولى، فيما أنشطة القراصنة أكانوا روسيين أم لا تشهد تناميا مضطردا.